يوم الفضاء الجمعوي يحيي المنتدى الإقليمي الثالث للمجتمع المدني التشاركي بعد ما نجزنا المحطة ديال المنتدى الأول والمنتدى التالي اللي عرفت واحد الحضور متميز وخرجت بمجموعة ديال التوصيات اللي يمكن تكون كأرضية للنقاش. لقاءنا ديال اليوم هو لقاء أولا تشاركي وتشاوري مع مجموعة ديال الفاعلين على مستوى المجتمع المدني، الهيئة التمثيلية سواء على مستوى الجماعة الترابية أو المجلس الإقليمي أو كل الممثلين على مستوى الخارطة الترابية. حضور الإخوة المؤطرين اليوم هو دعم لتوجهات الفضاء الجمعوي، ولغادي تكون واحد المجموعة ديال العروض اللي هي أولا تغني النقاش اللي فتحوا الفضاء الجمعوي واللي تهدف التجويد أولا العمل ديالنا كفضاء على أرض الواقع، بالإضافة إلى فتح واحد الحوار مع المسؤولين على مستوى الجماعات الترابية سواء على مستوى المجلس الإقليمي في إرساء واحد المجموعة ديال الأسس اللي تتهم الديمقراطية التشاركية خصوصا على مستوى التشاور فيما يخص لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. هاد المواضيع كاع كلها الآن غادي نتناقش في العروض ديال السادة المؤطرين اللي تمثلوا واحد المجموعة ديال إدارات ترابية محلية من المبادرة الوطنية من التعاون الوطني من مجلس العمل ديال مكناس ومن المجلس الترابي ديال مكناس، وأصرنا على تنوع المحاضرين باش يكون أولا تعدد الرؤى وتعدد الطروحات وتعدد الزوايا ديال الأخذ والمناقشة ديال المواضيع اللي مطروحة. هذا تنتمنوا بأننا داخل هذا المنتدى الإقليمي الثالث نتوصلوا الخروج بواحد مجموعة ديال التوصيات اللي يمكن تستفيها نقاش مع المسؤولين ويتسح نقاش مع فاعلي المجتمع المدني ومع المستشارين الجماعيين باش يمكن نجودوا عملنا ويمكن تكون مدينة مكناس نموذج في هذا الطرح هذا وهذا النقاش اللي يكون مفتوح. أولا المرأة ما زال تعسف عليها دائما، نهضروا من خلال مثلا الانتخابات اللي مرات أن المجالس ما عطاتهاش حقها في التسيير، يعني كالقول أغلبية النيابات للرجال. إذن كيف غادي تدير هاد المرة هادي باش أنها تسير المجلس وتكون معه في التشاركية ديالها أو تشارك مع المجتمع المدني أو تشتغل على استراتيجية المنشودة للبلاد أو حتى الجماعة ديالها؟ إذن المرأة مازال واحد الحيف كبير عليها في إطار تسير، حتى كذلك تخبع المعلومة. علاش؟ لأن عارفين بأن المرأة هي ما تتخبعش، المرأة تشتغل، المرأة عندها واحد نفس طويل على أساس أنها باش تحقق المشاريع لهاد المدينة هذه. ولكن دائما هاد الإكراهات ديال أنها راه ما تقدرش تدير، راه ما موجوداش مثلا في الساحة، راه ما تقدرش. مثلا خديت أنا سميتو ديال ممثلة المجلس في الأراضي في الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، كل شيء كيقول لي صعيب عليك الطيرة أنك توقفي في لي شونتي أنك تهدي، ولكن من حيث بديت هاد 110 يوم ولا 120 يوم الحمد لله حسيت أنني قادرة على المسؤولية وقادرة نعطي. إذا المرأة إلا حطيتيها في أي مسؤولية أي بلاصة قادرة تعطي، غير عطيها ومكنها من الوسائل والإمكانيات وكونها وها هي موجودة. هذا اللقاء هذا كما قلتنا فهو كيهدف الى خلق فتح واحد النقاش اللي كيهدف الى خلق ذاك النوع ديال الشراكه ما بين الجامعات الترابيه والمجتمع المدني والمؤسسات العموميه حول التنميه ديال المدن ديالها، حول التقدم ديال البرامج ديالها. وهنا في الفضاء الجمعوي دائما ما في المشاريع ديالو او لا في الانشطه ديالو كيهدف دائما الى اثاره واحد المواضيع اللي هي صراحه هامه وهامه جدا، يعني من خلالها كنحاولوا نقدموا للراي العام واحد المجموعه ديال المستجدات وواحد المجموعه ديال الامور اللي ممكن اننا نساهموا بها نهضوا بها بالتنميه ديال المدينه، ممكن اننا بها نحاولوا اننا نحاولوا نسوقوا المجال ديالنا. الشراكه بمفهومها يعني الجديد هنا ومفهوم ديال الدستور ديال 2011 هنا تنتكلموا على مساله ديال اربعه ديال الحوايج. المساله الاولى هي الشراكه ما بين الجامعات الترابيه ما بيناتها، يعني هنا تنتكلموا على واحد يعني التعاون ما بين الجماعات.
مسألة ثانية تنتكلموا على المجتمع المدني، عن أي مجتمع مدني نتكلم؟ عن مجتمع مدني جاد مسؤول واعي بالأدوار ديالو كيترافع على واحد المجموعة ديال القضايا. المسألة الثالثة اللي تنتكلموا عليها هي الشراكة ما بين الجامعات الترابية والقطاع الخاص اللي هو مهم وأساسي في النهوض بالتنمية ديال المدينة، وشريك أساسي حتى هو في يعني في تحقيق ديك التنمية اللي كنشدوا ليها. المسألة الثالثة الرابعة هي مسألة ديال الشراكة ما بين الجامعات الترابية والمؤسسات العمومية، وهنا تنتكلموا على يعني جميع القطاعات لا يعني لا ممركزة، وهنا كنلاحظ واحد الاختلاف، كاين إشكاليات في يعني في التنزيل ديالها، لأن البرامج ديال الجامعات الترابية لا تواكب البرامج ديال المؤسسات. كنشوفوا ولوج المرأة أو إدماج المرأة صار بشكل كبير، خاصة بعد مجموعة ديال المراحل ديال 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 الانتخابات. الآن كنشوفوا المرأة كتشارك في التنمية من خلال الدور ديالها داخل الجامعات الترابية، طبعا ولات كتبوأ مجموعة ديال المناصب مراكز ديال القرار اللي طبعا كتشارك من خلالها في تخطيط لبرامج جمعوية اللي كتهم الساكنة، أيضا في المجال اللي هو مدني كنشوفوا هناك أيضا نساء اللي هما رئيسات ديال جمعيات مدنية كيقوموا بالأدوار ديالهم على أكمل وجه، خاصة في إطار يعني التنمية التشاركية مع مجموعة ديال القطاعات من خلال إنشاء شراكات داخلية وخارجية، أيضا في جلب استثمارات في إطار ديال التعاونيات اللي من خلالها تم إدماج المرأة في العمل والولوج أو يعني تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال هذه الجمعيات اللي ربما تكون نسائية 100% وربما ترأسها فقط النساء جنبا إلى جنب الرجل.